شوكينج وادي عقونا الارض بطول وعرض هو مثلك والله ما في عرض حري اسرك عسل مرك بل الشمرك شوكينج وادي. فعالية اليوم هي في الذكرى لثامن من ايار اللي هو يوم الصليب الأحمر والهلال الأحمر. نقوم بفعاليات وخاصة في المناطق التي قد تأذت من الجدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالتالي مدينة منطقة راميم كنا عملنا فعاليات في مدن أخرى وفي قرى أخرى لفئات مهمشة مثل الأطفال مثل النساء. قمنا بمسابقات رياضية في النادي الثقافي للمعاقين، الآن طبي يوم طبي فحص عيون لمستشفى سان جون عملنا في رامين، بالإضافة إلى هذا اليوم اللي هو يوم فرح ومرح للأطفال. عاليتنا هاي اجت بمناسبة الثامن من أيار اللي هو وحدة الهلال الأحمر الفلسطيني مع الصليب الأحمر. هذا اليوم هو يوم فرح ومرح، بده يضحكوا الأولاد وبدهم يلعبوا بدهم يعبروا عن سعادتهم، اللي هو أبناء شعبنا هم دائما بيبحثوا عن السعادة وهم بداخلهم سعادة كبيرة، وإحنا لازم يعني نعمل لهم أيام يضلوا فرحانين لأنهم بحبوا الفرح. إحنا اليوم في يوم فرح ومرح عن طريق الهلال الأحمر والصليب الأحمر. يعني قبل فترة أجوا الصليب الأحمر والهلال الأحمر على البلد وفحصوا احتياجات البلد. بسبب الإغلاق من سنة 2000 رامين مغلقة الشارع الرئيسي، بسبب الضغوطات النفسية اللي بتعرضوا للأطفال، ارتقينا كجمعية وكمجلس قروي ونادي رامين الرياضي إنه نعمل يوم فرح ومرح للأطفال.